ايه صحة وعافية عليك يا ابو مريم وابو اسيا. ابو اسيا الفرحة حلوة برضو والله يا شباب، والمشاركة حلوة، بس في اتنين من الزملاء من الاستوديو هما الاتنين دول بس اللي ما طلعوش ورا الديك، الكل طلع. دول الاتنين اللي قعدوا هما تلاتة، اتنين ولا تلاتة؟ تلاتة اللي قعدنا؟ تلاتة. أحب أقول لكم على أسمائهم بعد الهوا. دول التلاتة اللي قعدوا الحقيقة وما خرجوش بره الاستوديو، وبالتالي التلاتة دول يا أخ معاذ، التلاتة دول لازم يجي لهم تلات أطباق حلوين كده. أه عشان صح كده يا هانم؟ أه فين؟ أهو 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 تلات أطباق، ممكن أطباق شاي مش مشكلة، بس المشاركة حلوة برضه يعني. حبيبي يا معاذ. موجة الطقس السيء نقطتين، قطع كهرباء وإغلاق موانئ وتوقف طرق، ده صحيفة المصر اليوم بكرة. الدستور نوت رأس السنة نقطتين، مصرع شخصين وإغلاق موانئ البحر الأحمر وكفر الشيخ. الوطن العاصفة حلوة قوي، عاجبني تصريح الوطن، تكنس الأشجار واللافتات وتصريحات المسؤولين، حلوة قوي حلوة قوي. شوف الكلام، العاصفة عملت ايه؟ كنست الأشجار واللافتات والتصريحات بتاعت المسؤولين. ندقق قوي في العنوان ده والنبي، حلو قوي العنوان ده بتاع محرر الوطن ده، استاذ محمود مسلم يصرف للي عمل العنوان ده مكافأة للعنوان. وبعدين ما سكتتش المسألة، لا، وتقتل مواطنين وسائح. الطقس السيء يغلق الموانئ ويقطع الكهرباء ويغرق منازل وأماكن أثرية بعدة محافظات، والأرصاد بتقول يتحسن اليوم. ماشي الحال، بس عاجبني قوي، معلش العنوان ده اهو عاجبني قوي، العاصفة تكنس الأشجار واللافتات، ايه تاني بقى؟ وتصريحات المسؤولين. ايه هي تصريحات المسؤولين؟ مش تصريحات المسؤولين حبايبنا بتوع الأرصاد، لا، تصريحات المسؤولين اللي قال لك ايه؟ احنا هنعمل كذا وهنعمل كذا وهنعمل مخرات سيول هنا وهنعمل مش عارف ايه هنا وهنعمل مش عارف ايه وهنعمل بيوت هنا وهنعمل وبالنسبه للطرق هناخد بالنا منها وهنعمل منها. ده الكلام بتاع تصريحات المسؤولين اللي انا ايه؟ اصرح اقول المسؤول ده قال لك انا هاخد بالي من اللي بيحصل وبتاع وكلام من دوت ولا اخره، فجاه يجي المسؤول ما يعملش حاجه. هو ده تصريحات المسؤولين. طيب الوفد بكره، الطقس السيء يضرب البلاد، عنوان تقليدي، وفاة سائح وإصابة سبعة في سقوط منطاد بالأقصر، والرياح المحملة بالأتربة تحجب الرؤية وإغلاق الموانئ. أوكي. الشروق بكرة، محرر الشروق، موجة من الطقس السيء تضرب المحافظات. شوفوا الطقس السيء يضرب، إن شاء الله هنبقى نجيب لحضراتكم جهاز كده ونحط العناوين تحت بعضيها كده، إن شاء الله ما نخش بقى على الصحافة بجد يعني. نجيب بقى العناوين تحت بعضيها، والعناوين والعنوان ده مختلف مع العنوان ده، والعنوان ده متشابه مع العنوان ده، وبالتالي موجه من الطقس السيء تضرب المحافظات. عنوان الشروق متضامن مع عنوان الـ الوفد. في صوره او بعض الصور رائعه، مش تكتبوا يا شباب على الصور ديت منين؟ دي بعض الصور هتشوفوها كده قدام حضراتكم على طول لموجة برضو الطقس السيء. ده فين يا شباب؟ ده فين؟ طب هات الصورة اللي بعديها، هات الصورة اللي بعديها. ده برضو موجة من الطقس السيء، احنا بنتكلم على في مختلف المحافظات يعني، موجة من الطقس السيء، موجة من الطقس السيء دي يعني اغلبها ممكن يكون الاسكندرية دمياط او الايه المحافظات الساحلية. في كان في صورة في الشروق في الاخر كده، فين يا ريس؟ بس مش مكتوب عليها مين المصور. الصورة دي مهمة جدا جدا جدا، كنت أتمنى إن يكون زميلنا اللي صورها يكون فين يا شباب؟ زميلنا اللي صورها يكون يعني كاتب اسمه على أساس إن احنا نحييه في هذا الإطار. طيب يبقى لازم نروح للخبراء في هذا الإطار، وأعتقد إنه أساتذتنا في هيئة الأرصاد الجوية هما اللي يقدر يقولوا لنا الطقس بكره ايه الحل؟ نقعد في البيت ولا ننزل؟ اللي عنده مشوار ينتظر ولا لا؟ برحب بيك يا دكتور، ازي حضرتك؟ اهلا استاذ جابر، اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. الله يخليك يا فندم. اخبارنا ايه بكره؟
يعني احنا بعد ما شهدنا 48 ساعة من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، على فكرة أيضا أصدنا بها على هذا الطقس من قبلها بثلاث أيام، تمام. غدا إن شاء الله يبدأ التحسن في الأحوال الجوية، شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر، أمطار محصورة، أمطار خفيفة جدا غير مؤثرة على السواحل الشمالية الشرقية، نقصد بها دمياط، بورسعيد، العير الشرفاح المصرية، غير كده مفيش أي حاجة. غير إني عايز أقول إن في المساء الجو يبقى شديد البرودة، وبركز عليها لسبب إن بكرة إن شاء الله أخواتنا الأقباط هيكون قداس عيد الميلاد المجيد، فأرجو إن هم يتقلوا في الملابس، خاصة اللي هيروح في العاصمة الإدارية الجديدة، لأن الجو هناك هيبقى شديد البرودة أكتر من يعني اللي يروح العاصمة الإدارية يتقل، او في التجمع الخامس في المدينه عندكم، كل هذه الاماكن بالليل بتبقى شديده البروده، فاحنا ارجو ان الكل يبقى متقل، وكل سنه وجميع اخواتنا الاخباط وجميع المصريين يا رب بخير وسعاده. طب هتستمر الموجه دي لامتى يا دكتور؟ خلاص هي من بكره التحسن، خلاص ان شاء الله يعني هنستمر على الاقل 3-4 ايام جو معتدل بهذا الشكل، حتى على الاقل يوم الاربع القادم. لكن مفيش مطر متوقع بكرة بصورة؟ لا 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 لا، مفيش غير أمطار خفيفة قوي غير مؤثرة على الساحل الشمالية الشرقية زي ما قلت لحضرتك. طب درجة الحرارة بكرة كام يا دكتور في القاهرة مثلا؟ الشيء بقى الغريب ان رغم ان الشتاء دخل، بس دخل بظواهر بس وليس بدرجات حرارة منخفضة، بالذات العظمى. يعني العظمى في السواء على الساحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد كلها بتتراوح ما بين من 18 ل 19 درجة، ودي يعتبر جيدة جدا. جنوب سيناء، شرم الشيخ، الغردقة، جنوب الصعيد، كل دي بتتراوح ما بين 21 و 22، يبقى لكن الصغرى هي اللي حصل فيها انخفاض فعلا، عشان كده بنحس بانخفاض الحرارة في الليل. طيب دكتور معلش هاخد حضرتك لحتة تانية، لانه برضو حبايبنا في اسكندرية بيكلمونا دايما عن بعض الصور السيئة للطقس خلاف المحافظات اخرى، وحضرتك انا كنت عملت مع حضرتك مداخله من حضرتك انا تفضلت وعملت معايا مداخله من فتره كده، وكنت بتقول انه في 10 سنين معرفش هيحصل ايه في الدلتا، هيحصل ايه في السواحل في اسكندريه، وحضرتك حذرت منها جدا في الوقت ده، الكلام ده من حوالي 4 سنين أو 3 سنين. هو فعلا حضرتك ما زلت عند هذا التحذير؟ فعلا فعلا ما زلت ان انا بحذر. التغيرات المناخية أثرت تأثير شديد على العالم ومنها مصر، بالذات في السواحل عندنا زي بالذات ساحل الإسكندرية والدلتا. فإحنا أنا ما زلت عند رأيي، هو صحيح هناك هيئة حماية الشاطئ عاملة شغل جامد قوي قوي، بس أنا ما زلت عند رأيي لو تمكنا إن إحنا نردم إن شاء الله من 3 إلى 5 أمتار باسلوب معين، الاسلوب ده يبقى مايل قوي، حتى لما ترتفع درجه حراره، ده قصدي لما ترتفع سطح الميه مش هيغطي او مش هيقدر يغطي اسكندريه والدلتا. انا اعتقد دي ممكن طريقه صح مكلفه جدا، لكن احنا ممكن في لو رجعنا للاجتماع اللي حصل في باريس سنه 2015 بتاع التغيرات المناخيه، وكانوا قرروا مبالغ كبيره حوالي 100 مليار دولار للدول المتضرره من التغيرات المناخيه ومنها مصر. فاحنا ممكن ان احنا نحاول ناخد فند من الفلوس دي ونحاول ان احنا نحل المشكله بالطريقه دي، او يعني ده رايي، وقد يكون هناك راي احسن منه. طيب حضرتك بتقول انه لازم نردم من 3 ل 5 متر مش كده؟ بالظبط كده، مسافه من الشواطئ، من شواطئ البحر، بميل محدد كده، بحيث ان حتى لما يرتفع سطح البحر هتبقى عندك امان. طيب لو ما عملناش ده من وجهه نظر حضرتك، طبعا في بقى طرق بقى شغالين فيها دلوقتي حاليا، انا مش عارفها طبعا، هم المهندسين المدنيين بتوع حمايه الشاطئ هم يفهموهم اكتر مني. فانا بقول لحضرتك ده فكري انا، ممكن يكون في فكره احسن منه بكتير يعني اكيد. لا يعني انا اقصده لو ما عملناش ده، يعني لو ما قمناش بعمليه الردم دي، حتى لو بفكر مختلف او برؤيه مختلفه او بطريقه مختلفه، يعني حضرتك بتقول ان لازم الردم ده موضوع ضروري مش كده ولا؟ هو حمايه، هو القصة ايه؟ حماية الشواطئ المصرية والدلتا المصرية بأي طريقة إن كانت. فهناك هناك اللي هو من 2 ل 5 أو من 3 ل 5 متر
هناك حمايه الشواطئ شغاله بطريقه تانية، قد تكون طريقه احسن مني، اللي هو بيحطوا العوائق وال السدادات كده. المصدات الكبيره دي والمصدات الكبيره فقد يكون دي طريقه احسن، لكن عامه يعني يجب ان احنا فعلا ننتبه كلنا ليه، لان فعلا بدات الجبال الثلجيه في القطب الشمالي بدات تنهار، بدا ارتفاع مستوى سطح البحر في المحيطات والبحار بدا يعلى، فاغلب بقى الدول اللي هيبقى منخفضه هتتغطى بالميه، فحمايه للدلتا بتاعتنا واسكندريه طبعا ان احنا يعني نستمر في هذه الحمايه. وانا انا شايف ان الحمد لله فعلا هيئه حمايه الشواطئ شغاله كويس هو في هذا الموضوع. طيب في اي نصيحه توجهها للمواطنين عموما، موضوع ان احنا ننتقل والى اخره، في اي نصيحه توجهها بحكم خبره حضرتك في هذه الاجواء يعني؟ يعني طبعا احنا برجو من الساده السائقين على الطرق اثناء انخفاض الرؤيه لاي سبب إن كانت، شفت امطار، رياح، عاصفه ترابيه او رمال مصارى او لاي سبب، لازم اتبع تعليمات المرور، بقلل السرعه بتاعتي، يبقى في مسافه بيني وبين العربيه اللي قدامي، خاصه في لما بتكون في امطار قد زلقه، فعشان اقدر اتحكم في ان انا اقف السياره قبل ما يعني يحدث اي شيء، عشان نكون كلنا في سلام ان شاء الله. بشكرك يا دكتور، شكر جزيل، وربنا يدي حضرتك. حضرتك يا دكتور متقل؟ اكيد طبعا. لا يعني انت في البيت؟ انت في البيت؟ لا انا بره البيت. طب لو سالت رئيس هيئه الارصاد الجويه، انا اسف يعني مش قصدي، اتفضل، حضرتك بتلبس في البيت مثلا ترنج او بيجامه، بتلبس فوقه حاجه ولا يعني عشان بس اعمل زي حضرتك؟ لابس تحتيه اكيد تحتيه، لابس تحتيه بلوفر وتريننج وكده يعني 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 لا يعني اديني كده بس عشان اعمل زي حضرتك والله مروح، عشان انا الدكتور احمد عبعاد نصح الناس انها تلبس كذا، يعني في البيت البس مثلا بيجامه والبس فوقها يعني روب مثلا، ولا انا ما عنديش روب؟ حسب ما انت حسب ما انت حاسس بقى، ما هو دي ميزه بقى حلاوه الشتاء عن الصيف، انك انت حاسس انك ببرد تقل تاني، يعني لبست بلوفر، لبست فوقيه، حطيت فوقيه الجاكيت، حطيت حدفه، لكن الصيف ما لهوش حل يعني غير انك تقعد في وش التكييف. لكن الشتاء اللي عايز اللي حاسس ببرد يتقل على طول. اكيد طبعا. تمام. المنطاد، هل المنطاد بتاع الاقصر ده حضرتك شايف ان هو بسبب الجو زملاء بيسالوا؟ في الحقيقه طبعا احنا ولا ده امر يرجع للشرطه؟ يعني احنا احنا ادينا التقرير بتاع الارصاد الجويه، واعتقد هم اللي مقدروا يقولوا اذا كان مؤثر ولا غير مؤثر. دكتور احمد عبد العال، بشكر حضرتك شكر جزيل، يعني انا بشوف مداخلات كتير للدكتور احمد عبد العال، تحس ان هو رئيس هيئه الارصاد المتفائل، يعني هو بيحذر او بتاع، بس هو في حاجه كده انا لم التقيه شخصيا يعني، لكن في حته كده في صوته فيها نبره تفاؤل كده، يعني ما بيديكش يعني شوف انا عمال بكلمه على ردم الشواطئ وبتاع وكلام، قال لك انا بس هيئه حمايه الشواطئ قايمه بدورها في هذا الاطار، وممكن ده اسمه المسؤول اللي فاهم وظيفته، اللي فاهم دوره، حتى لو جنح السائل في اي سؤال، لا هو فاهم دوره.